قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم. أن يتفقهن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي قناة القرآن الكريم أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الفقهي المخصص لفقه المرأة المسلمة، والذي يجيب على أسئلتها الدينية والدنيوية والفقهية، ويتضمن البرنامج كالعادة الكثير من التوجيهات والإرشادات حتى نتفقه وإياكم جميعا في ديننا، ونسعى لتحقيق العبادات بما يرضي الله سبحانه وتعالى عنا. كنا بإذن الله تعالى وفي حلقة ماضية قد أفضنا في موضوع فقه النساء في الزكاة، فتناولنا في مدخل البرنامج خلال العدد الماضي من أن يتفقهن في موضوع مفهوم الزكاة في الشريعة الإسلامية، فأصلت البروفيسور عاقلة للموضوع، ثم أصلت الدكتورة بالعالية في الموضوع كبداية، ثم أتمت البروفيسور عاقلة الحديث عن شروط وأحكام الزكاة، وهي عبادة من العبادات التي على المسلم أن يؤديها، مثلها مثل الصلاة وغيرها من الفرائض، وهي كما أشرنا وكما يعلم المسلمون جميعا أنها ركن من أركان الإسلام الخمس ثابتة في الكتاب والسنة. كنا في العدد السابق قد أجبنا على عديد الأسئلة المتعلقة بالزكاة، والتي وصلتنا من خلال الكثير من المشاهدات المتواصلات مع برنامج أن يتفقهن عبر بريدنا الإلكتروني أن يتفقهن @gmail.com. وكانت قد أخذت مسألة الزكاة على الحلي حصة الأسد. اليوم بإذن الله تعالى سنتم دائما في نفس الموضوع، أذكر فقه النساء في الزكاة، أذكر كل من يلتحق بنا في هذه اللحظات من برنامج أن يتفقهن، ونواصل بإذن الله تعالى مع معلمتينا البروفيسور عاقلة حسين. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أخت ناصرة، أهلا بك. دكتورتنا ملكة بالعالية، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل بإذن الله تعالى في الإجابة على الأسئلة التي وصلتنا، وأبدأ اليوم من سؤال الأخت فاطمة من العاصمة، التي تسأل عن حكم الذهب الذي لم تلبسه منذ سنتين أو أكثر. مازلنا دائما في مسألة الحلية. وتقول السبب هو تأثيرات وباء كوفيد، عافانا الله وإياكم جميعا. وتقول نظرا لتعذر تنظيم الأفراح والتجمعات العائلية والمناسبات، ما كان لي أن ألبس ما لدي من حلي، وكان مخبأ على مدى ربما سنتين وأكثر تقريبا زمن الوباء. تقول ما حكم الشرع في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بدوري أحييك أستاذة نصيرة، أحييك دكتورة ملكة، فريق العمل، مشاهدتنا الأفاضل، فضليات ومشاهدينا الأفاضل. فعلا أخت نصيرة، يعني زمن الوباء، زمن كورونا وهذا الفيروس كوفيد، أنتج لنا أحكام فقهية حتى في الزكاة وفي الصلاة وفي مسائل كثيرة جدا في الحقيقة. وبعض الطلبة الآن يدرسون هذه المسائل كرسائل علمية وبحوث وغيرها. فعلا نقولوا لما يعني سيدات، لما بقينا ممنوع اللقاءات، ممنوع تجمعات، ممنوع،
كنا في صبر، كنا في احتساب، كنا في أجر مع الله عز وجل، وهذا مفيد جدا لنا. رحم الله من توفي وشفى الله مرضانا ومرضى المسلمين ومرضى الإنسانية على كل حال، فهو إنسان يتألم، نرجو الشفاء للجميع. في نفس الوقت طرأت أحكام. نقول أخواتنا الكريمات، في الحصة الماضية كنا ضبطنا واحد الضوابط ذكرتها مالكة وأكدناها من خلال الأسئلة، أن ما فقهائنا قالوا أن ما هو للاستعمال لا يزكى، هو للاستعمال، ما هو للإدخار وأصبح مالا مدخرا كما قلت للتجارة أو للعاقبة أو للحاجة في وقته، هذا موقف، هذا راهو بلوكي موقف، لا 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 تمسه المرأة. أما الذهب الذي كان للاستعمال وللباس، نقولوا كنا نتحدثوا من قبل، كاين سيدات ما يستغناوش على الحلي والذهب، يلبسوهم في كل يوم، في تريد أن تدخل السرور على نفسها وعلى أهل بيتها، هذا عادي كي لبساته. هناك سيدات عندهم خاصة بمناسبات معينة وولائم معينة. إذا قصدك ابتداء أن هذا الحلي هو للاستعمال للمناسبات، يبقى الأصل على أصله، يعني لا تغيير في الحكم، لا تغيير، نقول الأصل، يبقى الأصل على أصله، استصحاب الحكم. ولكن سؤالهم مهم جدا، فيه كثير من الإيمان والتدين والورع والخير في هذا السيدات الكريمات وهذا الأنسات والأخوات الفضليات، أنه يسألنا عن التدين. عندنا شيء من هذا التدين وهو صدقة، صدقة، شكر النعمة أن ربي رزقنا هذا المال، لم يضع منا، لم نتمكن من لباسه، ولكن نتصدق شكرا للنعمة. أما الزكاة ما دام هو للاستعمال يبقى الحال على الحكم وعلى حاله. بارك الله فيك بروفيسور عقيلة. عندنا سؤال من الأخت زكية من بئر مضرية تسأل: هل تجب الزكاة على غير المتزوج أو في الصبي؟ وتضيف: أنا أرملة وترك لزوجي المتوفي مبلغا من المال لي ولأبنائي. يعني الزوج رحمه الله ترك لها مبلغا ماليا لها ولأبنائها. وتضيف: لدي بنت متزوجة، يعني هذا مفروغ منه البنت المتزوجة، وشاب في العشرين من العمر، والثالث في الخامسة عشرة من العمر، هل أخرج هو بل تسأل هل عليهما أن يخرج زكاة مالهما؟ وتؤكد أن المال الموجود لديهما بلغ النصاب. هنا مسألة الزكاة هل هي واجبة على غير المتزوج، وهنا تؤكد أنه في العشرين من العمر والصبي في الخامس عشر من العمر. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال في غاية الأهمية. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. الصلاة والسلام. أقول وبالله توفيق. الأخت نصيرة السيدة في بداية السؤال كانت قالت هل أخرج على أولادي زكاة، السؤال الشطر الأول من السؤال. أخرج. نعم. طبعا الفقهاء فصلوا في هذه المسألة. معذرة، ما دام أن الوالد متوفى يبدو أنها هي التي تعيل أبنائها بالمال الذي تركه زوجها. نعم. الآن الفقهاء فصلوا في هذه المسألة، يقول لك إذا كان الزوجة متواجد الزوج الذي يتوجب عليه إنفاق أولاده، معناتها الزوجة خارجة من مسؤولية النفقة وعندها مال، قالوا بجواز إعطاء الزكاة لأبنائها. لكن لما كانت النفقة في عنقها، يعني يتوجب عليها إنفاق هؤلاء الأولاد، الزكاة لا تخرج على الأولاد هنا، بل تخرج في الفقراء في الأصناف الثمانية التي تناولناها في الحصة الماضية. يعني وكأنها في هذه الحالة تنوب على الزوج، هكذا هي من تتحمل مسؤولية الإنفاق. نعم بالضبط. هي تنوب لأنها أصبحت الآن مسؤولة، وهي المسؤول الأول والمباشر لهؤلاء الأولاد. الآن هي تسأل عن الزكاة هل تمدها لأولادها، لو كان ما كانت هي مسؤولة على نفقتهم تعطيها لهم، لكن لما هي مسؤولة عن النفقة الآن توجب عليها إخراج الزكاة، توجب عليها إخراجها في الأصناف الثمانية اللي ذكرناها في الحصة الماضية. فقط في إشارة الأخت نصيرة حول زكاة الفطر وزكاة المال، زكاة البدن تسمى بزكاة البدن، وما دون زكاة البدن كلها زكاة مال، زكاة البدن زكاة الفطر. والفرق بينه وبين زكاة المال، قال العلماء زكاة الفطر خرجها في الأقربين اللي قدامك، يعني من الجيران من الفقراء، يعني علاش؟
حتى تكون فرحة العيد عامة على كل الشوارع، يعني الناس يفرحوا، جيرانهم يفرحوا. لكن في زكاة المال يستحب أن تخرج في الأقربين، حتى أخوك هذا اللي بعيد وفقير، مرت أخوك مسكينة أرملة مثلا، ولد عمك، الأقارب فقراء، يعني يستحب أن تكون الزكاة لهم قبل غيرهم من الأغراب، لما يزيد في ذلك من محبة وتودد إلى غير ذلك، خصوصا مع جائحة الكوفيد والناس اللي كاين اللي قعدوا سنتين ما عملوش، توقفت المشاريع ديالهم، ناس دخلوا في قناة الفقر، دخلوا في قناة الاحتياج، هؤلاء لابد من إعانتهم بالزكاة. الآن هي الأم هذه راهي مسؤولة على أولادها، لأنه الطفل ما بلغش سن التمييز، وبالتالي الأم هي المسؤولة على إخراج الزكاة على الإبن الغير بالغ. أما البالغ طبعا وراشد تقول كبير وهو طالب عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، طبعا يتوجب عليه الزكاة لا محالة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحقها الزكاة، المال حقه الزكاة. بارك الله فيك. واحد الملمح مهم جدا في السيدة نضيف، وبارك الله فيك ملكة، مليحة السؤال، وهو أنه هاد الأولاد ورثة وعندهم مال ومالهم بلغ النصاب، الآن الأم تعتبر وصية بالنسبة لهؤلاء الأولاد ما تعتبر وصية؟ نقولوا أن الولد اللي عنده 20 سنة راه سن الرشد قانونا وشرعا، راه مكلف، معناتها تجب الزكاة في زكاة في ماله. الآن دوك أنا نقول السيدات الكريمات لما يخلوا لهم زواجهم يتامى صغار، وهي اللي على بالها شحال كاين المبلغ، الميراث، الولد، نصالحوهم، نصالحوا الأبناء، قال يا ابني هاو نصيبك من ميراث أبيك. مهم جدا هذه النقطة. نعم، ونصارح البنت، يا بنتي هاو بنت، تقول بنتي في بيت زوجها، نقول لها يا بنتي هاو نصيبك من ميراث أبيك، ونقول للصغار ثلاثة أولاد، زوج ذكورة وطفلة، هاو نصيبكم، راهو في أمانة عندي. لما تكبروا هاوليك يكون عندكم. حنا كي نتكلموا في هذه المساله اموال اليتامى، نقولوا تفضل اموال اليتامى ان تستثمر ولا تاكلها الزكاه، لانه كل عام كل عام كل عام زكاه زكاه تخرج زكاه، معناتها المال اليتيم هذا وينزل ينقص. نعم، ينقص كثيرا. نقولوا الافضل ان يدخل الوصي لهؤلاء اليتامى في استثمار هذا المال. إن عجز على استثمار هذا المال الزكاة واجب على كل حال. نقول يا سيدتي الكريمة بارك الله فيك، أنه هؤلاء الأولاد بالنسبة للطفل في عمره 15 سنة يمكن يكون بالغ، لأنه إحنا في السن التكليف ما نشترطوش الرشد، نشترطو التكليف. التكليف نعم. إذا الطفل 14 سنة 15 سنة بلغ، معناتها يولي مكلف يقدم الزكاة، معناتها قولي له يا ابني هذا مالك. نعم، نصالحوه يصلي يصوم يزكي، فيوصل كما يؤدي العبادات الأخرى. بارك الله فيك، يؤدي العبادات كلها. فنقول سيدتي الكريمة، أنت واجبك الديني أنك تفهميهم فريضة الزكاة، زيادة على ظرفك الأسري تفهميهم بأنه هاو نصابهم في الميراث باش يعرفوا شحال يزكيو، شحال المبلغ اللي يقعد لهم. من حقك أنك تدخلي باستثمار إذا وجدتي طريقة لاستثمار هذا المال وإنمائه حتى لما أولادك يكبروا يوجدوا مال أبيهم زادة. لكن معذرة مادام أشرت إلى مسألة الاستثمار، لكن يجب أن يكونوا أيضا على علم ويتفقوا لهذا الأمر، وممكن ألا يتفقوا، وهل يحق لها أن تقرر هكذا لوحدها أن تستثمر أموالهم؟ نعم، لأنهم صغار. نحن نقول الوصي المكلف باستثمار، يفضل أن مال اليتيم يستثمر، وممكن يديروا حصة كشمرة في اليتامى وحقوقهم ومالهم. اليتيم ماله يستثمر، حتى هكذا يقولوا فقهائنا، حتى لا تأكله الزكاة. ومن بعد كي يستثمر، حتى أجاز علماءنا أنه لما يستثمر وتجي الفائدة ياخذ هو منها، لأنه اشتغل معه، اشتغل على هذاك المال، ولو كان أبا أو عما أو وصيا أو القاضي أو أي مسؤول في العائلة على هؤلاء الأولاد، يستثمر لهم مالهم ويزيد لهم في النماء. أما إذا كان هذا المال راهو موجود ثابت في بنك أو في أي مكان، سيداك لما يحول الحول تقول له يا ابني راك ديت أجر كبير، هاو مالك، زكيته، ربي يدخلك الجنة، كدرت الفرض، راك مكلف إلى آخره. فبالنسبة عندنا زكاة بالنسبة للأولاد هي تربويات. بالنسبة لصبي، الآن نروح لك صبي سبع سنين في عمره، سبع سنين عنده مال، هذا هنا نقاش في قيام الفقهاء، اختلفوا هل الصبي الغني
من المسؤول على 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 زكاة؟ هل هذا الزكاة المال الزكاة متعلقة بالمال أم متعلقة بالصبي؟ بصاحب المال. اللي قالوا الزكاة متعلقة بالمال قالوا بأن هذا الصبي أوصياؤه والمكلفين على رعايته يزكون طاعة لله والصبي والديه ياخذوا الأجر. سبحان الله. سبحان الله. اللي قالوا لا الزكاة متعلقة بس بالمكلف بالمزكي مش بالمال، قالوا متعلقة بالطفل وبالتالي هذا الطفل لن يزكي ماله ولو ملك أموالا طائلة لن يزكي إلى أن يصل إلى البلوغ والتكليف، لما يقدر يصلي ويصوم ويزكي يوصل مرحلة البلوغ 15 سنة 16 سنة أي سن، سن البلوغ المعروفة بعلامتها، في ذلك الوقت يبدأ يزكي ماله. فنقول سيدتي الكريمة إذا ولدك بلغ وصل للبلوغ اشرحي له هذه التفاصيل العلمية الفقهية وبالتالي فهمي له ما معنى يزكي، لربما يقول لك هذا درهم أنا ما نمتش درهم ما نزكيش، لا يعني كنه الزكاة مقاصد الزكاة، ولا ربما يلومك على تصرفتي في المال على خرجتي هذا المال، فاحنا نقول لهم بأنه هذا المال، وربما يجيها في راسها أنه هذاك المال اللي نزكي نمدوه لهم الأولاد مال باباهم، لا هم ورثة ومالكوا للمال، هم ورثة باش ما ندخلش في التحايلات الكثيرة، هم ورثة ومالكوا للمال، أصحاب المال. نعم هم أصحاب المال. بالنسبة لمالها هي حبت تمدوا لأبنائها ملكة فصلت، هي منفقة عليهم منفقة. وأبنائها الآن ما دام عندهم أغنياء، وحنا ما نمدوش زكاة للغني بهذا الشرع، يعني ما نمشي حنايا الشرع، الشرع يعني لا يجوز إعطاء المال للغني. سبحان الله ما أجمل هذا الدين، كل تفصيل فيه حكمة وتفصيل فيه حكمة، وما أجمل الأسرة لما تتعاون على على الدين على على أداء على أداء الفرائض وتولي سهلة وحلوة تولي ميسرة، الأم تساعد أبنائها، الأب يساعد أبنائه، الأبناء يساعدوا والديهم، هذا هذا اللمات الجميلة كما نقولها احنا، حتى وإن كانت ليست على طعام ولا على وليمة ولكن تكون على طاعة الله سبحانه وتعالى. ما أجملها. نركز دائما في القناة من خلال برامجنا على مسألة التنشئة. فعلا التنشئة فعلا. هي مهم أساس لحلول الكثير من المشاكل التي تشكي هذه الوضعية. والأمهات الصالحات يعني كنز كبير في البيت. أكيد. فعلا أكيد أكيد. شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. أنتقل إلى دكتورة مليكة والسؤال من الأخت سليمة وهي عاملة من الشلف، تقول أملك مبلغا بلغ النصاب وأعرف أن الزكاة واجبة علي، لكن علي دين كبير إذا دفعته ينزل المبلغ إلى ما دون النصاب، هل أزكي أم أسدد ديني؟ مسألة مهمة. أقول وبالله التوفيق، طبعا اختلف العلماء في مسألة الدين، منهم من قال أنها تسدد الدين لأن حق الإنسان حق العبد فيه المشاح وحق الله فيه المسامحة، فيه المسامحة. إنسان عنده دين نفرضه عندها هي 70 مليون تقول الآن بلغت النصاب، لكن عندها 20 مليون ولا 30، لما تنزع هذاك المبلغ ينزل إلى 40 ولا أقل، هنا تسقط عليها الزكاة والأولى أنها تسد الديون. لكن قال العلماء لو كان موعد تسديد الدين مازال ما لحقش، والحق موعد الزكاة قبل الدين، لأنه عادة الأخت نصيرة الناس يتتسلف في المبالغ الباهظة يعني خصوصا المبالغ الكبيرة دائما يتكاتبوا، قال أنا نعطيك أجل معين ترجع لي فيه الدين ديالي. هي لو كانت تشوف بلي موعد تاع سداد الدين تسديد الدين مازالوا بعيد، ولكن موعد الزكاة قد وصل، فهنا يتوجب عليها إخراج زكاة. ولو وصل موعد تسديد الدين قبل موعد الزكاة فتخرج الدين وتسقط عليها الزكاة، يعني سهل. هي الأمر متعلق بالأجال، إذا وصل أجل التسديد قدمت تسديد الدين على الزكاة، الأجل الأسبق هو الذي يسري عليه. نعم لأن هذه عقود الأخت نصيرة، هي لما اقترضت مبلغ معين في عقد بينها وبين الإنسان اللي اقترضت من عنده، كاين أجل معين إذا وصل الأجل توجب عليها الدفع،
وإلا تدخل في خصام وفي شقاق إلى غير ذلك. وإذا مثلا اتفقت مع هذا الذي دين هذا المبلغ أن مثلا يقول لها كنت قد أعطيتك أجلا مسمى هكذا لتسديد هذا الدين، لكن الآن أنا في أريحية، نعم، لست بحاجة إلى المبلغ، كيف تتصرف في هذا؟ هذا نقول له بارك الله فيك، هذا ربي يستره، لأنه الآن لأنه رحمها ويسر، نعم، هذا بارك الله فيه، يعني ونحييه الناس اللي راهم يحلوا بيبان على الناس، لأنه الأخت نصيرة في بين قوسين فقط في الأصناف التي تجب فيها الزكاة الغارمين هم أصحاب الديون. أصحاب الديون الإنسان لما يسلك دين على واحد مديون راه أكثر بكثير من أنك تصدق عليه صدقة في وقت رخاء، لأنه درهم في الشدائد خير من 100 درهم في الرخاء. الإنسان هذا لما يكون عنده دين راه يعني فعلا راه قلبه مقبوض، لأنه الدين في الحقيقة يهد الكاهل. وبالتالي الغارمين في الأصناف التي تجب فيها الزكاة أصحاب الديون. إذا قال لها راكي في أريحية من أمرك ومعليش سدي الدين على راحتك، قولوا له بارك الله فيك، لأنه جعلها تتمكن من أداء فريضة مالية إلزامية تعطي حق الله وتسد حاجة الفقير. وبالإضافة إلى ذلك الأخت نصيرة لما نقولوا ابن السبيل، أيضا هذا الأصناف الزكوية الأموال نمدوها في هذا الفئات. الأخت نصيرة ابن السبيل حتى ولو كان يكون ثري، صح، ابن السبيل هو العابر المسافر، المسافر مثلا ضاعت منه، هو وراه ثري في بلاده، هو إنسان غني منه يضع مبلغ المال الذي كان بحوزته، يتعرض لسرقة، ضاع منه المحفظة، ينساها في فندق، نساوين، يعني هو في حاجة ماسة تصرف عليه أموال الزكاة. لا يعني يتوجب على القائمين على صندوق الزكاة أن يصرفوا على ذا أخوهم، هذا أخوهم المسلم طاح يعني في أزمة مالية ولو هو ثري. وبالتالي أصناف الزكاة الأخت نصيرة هي دقيقة، يعني رتبها الله تبارك وتعالى يعني بالترتيب الواحد تلو الآخر. قولوا لها إذا قال لك في غرضك باش تسدي الدين، طبعا هي تؤدي حق الزكاة ولها الأجر العظيم، وربي يبارك لها إن شاء الله. حفظك الله، يبارك الله. الأخت حورية من براقي تسأل عن حكم إعطاء الزكاة لابنها، تقول للعلم هو متزوج وعمله بسيط، يعني الراتب تاعه الذي يتقاضاه بسيط جدا لا يغطي نفقاته ونفقات أولاده. نعم، دائما كما نتحدثوا دائما، لما انا عجبتني في السنوات الاخيره لانه نحن نتابعوا الحركه الاجتماعيه من الناحيه الدينيه، اسئله الى اخره، لما اصبحت يعني العلماء في القناه وفي الاذاعه وفي اماكن كثيره يقولوا بانه الزكاه مليحه في الاقارب، كثرت الاسئله من هذا النوع. ولكن لما نحددوا الاقارب ونحددوا نوعيه القربه ونحددوا هذه المسائل نعطوها حقها. فنقولوا سيدتنا الكريمات انه مثلا في هذه الحاله السيده ابنها متزوج، يعني هي ليست مسؤوله عليه، ابوه ليس مسؤولا عليه، مستقل بحياته، في هذه الحالة تعتبر هذه الزكاة صلة وقربة ومساعدة وفيها أجر كبير، فيها يعني يكفي أن يتغير معطى واحد فقط في الوضعية فيغير الحكم. يعني يكفي أن يتغير معطى واحد، أي نعم، في الوضعية. لو كان في بيتها شاب كمثل الأخت اللي سبقت، شاب في بيتها وهي تنفق عليه وهي اللي تتصرف في مكان أبي لأنه باباهم توفى، هذا تحت نفقتك ما يحقلوش. وبعض سيدات مرة جانا سؤال في إحدى الحالات قالت لك ما نعطيلوش زكاة أكل وشرب، لأن أنا نوكله ونشربه، نعطيله زكاة يروح يقرا بها. قلت لها سيدتي الكريمة هذا كله إنفاق. إنفاق. هو الولد لأنك مكلفة بالإنفاق. يعني لأنك مكلفة بالإنفاق، يعني هذا كله إنفاق، دراسته، ملابسه، أكله، شربه. فكل سيدات أبنائهم أو بناتهم كن بنتها متزوجة مستقلة في حياتها عن أمها أو أبيها تعطى لهم الزكاة، وتعتبر كما قلنا صلة وزكاة ورحم ومودة وقربة، وفي نفس الوقت إدخال الفرح على الأبناء مهم جدا، مهم جدا، خاصة في لما حددنا الأخواتنا الكريمات. وأنا قلتها في المقدمة في الحصة الماضية أنه إذا كان الإنسان ما عندوش باش يزكي، ما أنت راه في حكم المسكين أو الفقير. لي ما يقدرش يزكي، إلى وليدك هذا ما يخرجش الزكاة، معناتها راهو في حكم الأقل، معناتها لا يملك لا يسدد حاجاته، فيدخل في حكم الفقير والمسكين.
حتى هذا النوع من لنقول أنها إعانة حتى وإن كانت زكاة. صحيح. فأنت لما تعطي مثلا زكاة مالك لابنتك المتزوجة كاين واحد النوع من العلاقات هكذا تنمو داخل تلك الأسرة. صحيح. العلاقة ما بين تلك البنت وزوجها. فعلا. العلاقة بينهما وبين عائلة الزوج أيضا وعائلة البنت أيضا. صحيح. كل هذه. صحيح. الأمور. صحيح. تسعد وتوطد العلاقات. صحيح. لأنه في. صحيح. في الأخير هذا هو الهدف. صحيح. من هذه. صحيح. لأن هذا المال نعمة، فكل من يسدي نعمة للآخر يعتبر المنعم، أنعمه الله عز وجل، فهو يشكر نعمة الله عز وجل فيعطيها فيفرح، والذي يتلقى هذه النعمة من أهله وأصدقائه أكثر فرحا وأقل انكسارا. أقل انكسارا، لأنه لما نعطي الزكاة للعائلة القريبة، بنتك ما تفرح أنك أمها ساعدتها، ابنك يفرح أمه ساعدته، ولكن تأتي من البعيد ربما تحرجه أو تقلل. ولكن لما تكون بين العائلة والأهل تجبر خواطر كبيرة. تجبر خواطر فعلا. فعلا. شكرا لك بروفيسور عقيلة. أيضا أربط سؤال حورية، مثلا تقول أنا امرأة ميسورة الحال، يصلها من والديها مبلغ مالي بين الفترة والأخرى. أكيد أن هذا الوالد يعمل ما كنا نتحدث عنه، يعين ابنته. تسأل هل يجوز أن أعطي زكاة هذا المال لزوجي لإعانته على المصروف، لأنه يعيل يعني الأسرة يعني أولادها وهي، وأيضا يعين والديه. ما شاء الله. الحقيقة نحييه هذا الوالد اللي يتفكر بنته بالصدقات. هي لما الأب أعطى لها مبالغ من المال، لما طمتها أصبحت تتوجب عليها الزكاة. في الحقيقة من أسمى وأعلى مراتب الخير هو الخير في البيت. صح. خير الزوج لزوجته وخير الزوجة لزوجها. وبارك الله فيك الأخت نصيرة كما تقدم في المقدمة وفي الحصة الماضية إلى غير ذلك، لما تكلمنا وقلنا بأنه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا من جانب الرجل أو من جانب المرأة، لما علموا بالمقصد، هذه المرأة ذكية وبارك الله فيها، لأنها علمت أنها لما تعطي هذا المال إلى زوجها ستنمو المحبة وتخرج زوجها من مشقة وتسد حاجته، وهو أولى بهذا المال، لأنها هي صاحبة مال وليست مسؤولة عن النفقة. رأيت الأخت نصيرة فيه ضوابط، يعني الفقهاء ضبطوها، يقول لك إذا كنت مسؤول، إذا كان هذا الشخص مسؤول على نفقة هذا ما نعطيلوش المال، لأن يتوجب علي إنفاقه. ولكن لما هي صاحبة مال وزوجها محتاج، هل تترك زوجها الأغراب؟ لا، احنا نقول لها اليوم قبل غدوة روحي سارعي أعطي لزوجك المال. لماذا؟ لأنها ستخرجه من دائرة الحرج، والأقربون أولى بالمعروف، ويزيد في المحبة ويزيد في البركة ويزيد في، وهو صفوة الأشياء، هذه الزكاة والصدقات وإدخال السرور، تلقي هذه صفوة الأمور، وما بالك بين الزوجي وزوجتي. يعني بارك الله في ربي يتقبل منها إن شاء الله. إن شاء الله. على أن لا ينفق زوجها هذا المال عليها. هذا أيضا يعني قلت عنده دين أخت نصيرة، في عنده حرج، عنده دين، قلت يعيل عائلتي وعائلة والديه، يعني ينفق عليها وعلى أبنائه وينفق على والديه. الآن إذا تمد له زكاة حتى ينفقها على والديه، راكي درتي أجر زيادة. قدمتي زكاة لزوجك وزاد نفقها هو على والده، وقدمتي لوالدي زوجك هذه الزكاة. نعم. أما إذا كانت مديها له بعد يعاود يجيب لك أنت أشياء أستاذة عقيلة. نعم. أعتقد نعم عليك الله. أعتقد أنه الزوجة تفهم زوجها جيد، تقول له أنفق على والدك، صح، خليه مثلا حق الدواء، حق نعم. توجيه. نعم. أشعة عند الطبيب، ربما يخصهم تدفئة في البيت، عملها لهم. للوالدين أستاذة ونقدموا رسالة، نقول له خذ المال وصرفه مباشرة على والديك، ولكن نعم، ولكن دون أن يعود. ولكن إذا كان محتاج في مسألة الإنفاق على أبنائه، هل يستعمل هذا المال الذي قدمته له؟ نقول أنت إنفق على أبنائك، أنت عندك مال.
انت بسببها ويساعدها، يعني ليست في حاجه الى ان تدخر هذا المال الى ان يصل النصاب، يمكن ان تعينه قبل ان بارك الله فيك هذا قبل هذا ان يصل دون ان يصبح في حقه الزكاه، في حقه الزكاه تقدر تنفقه من باب الصدقه. نعم من باب الصدقه تساعد به زوجها وتساعد به ابنائها وتساعد به إذا هذاك المال وهي تقدم بلكي تساعد وتقدم كل هذه المصاريف، ولكن ادخرت مبلغا معينا بعد كي باباها يمكن يعطيها مبالغ شويه كبيره لحق المال مبلغ حبت تمد لزوجها زكاة، هذيك الزكاة تقول له مدها لوالديك صرفها يعني. نعم صرفها على والده، يعني ليس له أن يقدمها لها مثلا هدية من المال الذي أعطته إياه، جعلها في تفصيل. نعم في تفصيل مهم، لذلك يقول لك ما تمديش الزكاة لأولادك وانت تنفقي عليهم. نعم رأيتي أخت نصيرة في تفصيل كثير بين في أهل العلم لما يفصلوا في مسألة الزكاة، عندها ضوابط وشروط في مال معلوم في وقت معلوم في فئة معلومة. الأصل أن الزكاة تعطى للفقراء والمساكين والأقربين، هذوك الأقارب ديالك هما أولى وأولى وأولى بالزكاة. بارك الله فيكم على كل هذه التوضيحات. نسرين من الغرب الجزائري تقول: أنا ما كتفي البيت ورثت أموالا معتبرة من والدي، هل أدفع زكاة المال لبناء المسجد؟ سؤال ليش تقول؟ نعم سؤال مهم جدا، وهذا اللي راهم يقعوا فيه الكثير من أحبائنا، يعني أخواتنا. اللي تقدر المرأة تكون في بيتها وعندها مال من ميراث، تقدر تكون عندها مال من أجرة عمل، المهم عندها مال أو من حولي. الآن الأخت راهي تسأل هل تمد زكاة في المسجد؟ لا، لا تعطى الزكاة في بناء المسجد، لأن زكاة الأخت نصيرة كما قال الفقهاء ليست مساهمة خيرية، وليست اللي حب تصدق تصدق، لا تلك صدقة. نعم كل زكاة صدقة. أي نعم، لكن الزكاة هذه العبادة المالية المفروضة والإلزامية تجب في أصناف معلومة ومرتبة بحسب الحاجة، كاين في سبيل الله في سبيل المسجد، ولكن ماشي هو الأول. نعم ياك نعم في سبيل الله، قال الفقهاء المجاهد في سبيل الله في الغزوات يحتاج، وطالب العلم مجاهد في سبيل الله. ولكن لما نقولوا في المسجد الأخت نصيرة، كاين الناس توقف مالها من أجل المساجد، المسجد عندي صندوق الزكاة، وهذه يعني رسالة لإخواننا. معليش الآن الفقهاء راهم يفصلوا في هذا الأمر بشدة، لأنه اجتهادات. نعم في اجتهادات، فيه نوازل وفيه بعض الأمور الطارئة التي طرأت، مستجدات طرأت نوازل. نعم لما نلقاو المسجد يسحق مثلا يحتاج إلى سجاد وإلى مصاحف مثلا، إلى إنارة، إلى غير ذلك، لا نأخذها من مال الزكاة، لأنه مال الزكاة مخصوص في فئة معينة بينها الله تبارك وتعالى في الآية صريحة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف واضحة وضوح الشمس. يقول العلماء في مذاهب معتمدة كالمذهب الشافعي، يقولوا باللي الزكاة ديالك وزعها على الأصناف الثمانية، ولكن لما ربما يتعذر أنك تجد الأصناف الثمانية يشق على المزكي، جاز له مثلا أن يتصدق بماله هذا الزكوي الذي تجب فيه الزكاة على غارم صاحب دين سلك عليه دين، وناخذ قسط آخر من المال نتصدق به على فقير، والآخر نتصدق به على مسكين الذي لديه آلة السعي ولكنه محتاج. بهذه الطريقة نؤدي الزكاة على تمامها، ولكن ليس نقول لها بارك الله فيها إذا حبت تساهم في بناء مسجد، ولا شيء أعظم من بيت الله، ومن بنى بيتا لله في الدنيا بنى الله له بيتا في الجنة، يعني وهذا شأن عظيم. نشجعوا الناس أحبابنا أخوتنا اللي راهم يساهموا في بناء المساجد وفي بناء دور الأيتام إلى غير ذلك، فعلا هي مبادرات طيبة ومبادرات خيرة، والشريعة حثتنا عليها، ولكن ليس من باب الزكاة. العلماء قالوا أن الأصناف واضحة في القرآن الكريم هي التي تجب فيها الزكاة. بارك الله فيك. المزكي يتحرى أين يضع ماله، فالوضع المالي في الفقير والمسكين،
نقول لها اختي الكريمه مم اذا كنت في مكان ما تعرفيش وين موجود الفقير والمسكين، قصدي جمعيات، قصدي ابحثي، قصدي جمعيات الى اخره، واتركي مبلغا، اذا حبيتي تقدمي مبلغ للمسجد اتركي مبلغا من الصدقه قدميه لبيت الله، تدي اجر كذلك المساهمه في بناء المسجد، ولكن نصابك من الزكاه ابحثي عن فقيرات او يتيمات او ناس فقراء، ويوجد منهم وهم كثر على كل حال، وهم كثر نعم مجتمعهم كثر. وتبقى ان المساجد وما تحتاجه المستلزمات لها ابواب كثيره في المجال الخيري، اهل الخير كثر والحمد لله، جمعيات كيئوناس هكذا يتصدقون، ان شاء الله ربي يوفقنا في دينها. امين. بروفيسور عقيلة، أم ياسمين تسأل: أعرت مبلغا ماليا لشخص فقير، تقول أعرته، يعني يبدو أن ما فهمت من سؤالها أنه في البداية نيتها لم تكن أن صدقة نية زكاة، وإنما كانت إعارة، فقط إعارة، قرض وإعارة. هل أحتسبه زكاة مال، وماذا أقول له إذا رد لي المبلغ؟ سؤال أيضا مهم. مليح مليح. في الحقيقة كما كنا نتحدث من قبل على الدين، مثلا شخص يقرض، شخص يقرضه نعم، ثم ينتظر أن يرد له ذلك الدين بعد حال الحول. نحسب مثلا أقرضت فلانة 10 ملايين سنتيم بالدرجة ديالنا، 10 ملايين، ومن بعد جاء الزكاة، نصاب الزكاة شخص معين 10 ملايين، هذا الذي أقرضه، ومن بعد يقول لنا يا يكلمه خلاص أسقطت عنك ذلك الدين، هي محسوبة في الزكاة. يجوز هذا إذا وجد بأن بدينا بنية القرض وبعد ننتهي بنية الزكاة. أجمل نهاية، أجمل نهاية والله العظيم. يسقط ذلك المبلغ، وبعض الأحيان يسقطه صدقة لما يجده معسر، رفقا به معسر، أنظره لم يتمكن، انتظره مرة ثانية ثالثة، أجل ولكن يعني ليس طمعا وليس أنه تحصل على مبلغ، وإنما إعسارا. هذا الإنسان المعسر يتفك عسره، من سبل الأخلاق أيضا، وما أكثر وسبل. هذا أجر كبير، مش فقط زكاة، لأن ربي راح يشوف النوايا الناس، نوايا أن هذه الزكاة هي واجبة قامت بها، وفي نفس الوقت فرجت على مسلم معسر في ضيق، وضعت عنه هذا الدين وعفته من الدين وحولته إلى صدقة وزكاة. نقول لمشاهدينا ومشاهدتنا الفضليات ومشاهدينا نكثر من هذا النوع من الـ من الـ من التبرعات والصدقات ومن المواقف أيضا، ومن المواقف، لأنه تغير الموقف موقف إلى موقف أجمل. جميل جميل ورائع، وهذه هي التجارة مع الله عز وجل. لما نتاجر مع الله عز وجل تفتح أبواب وتيسر الامور، ويصبح الانسان كل شيء يفرح، كل شيء يفرح. هذا الذي اخذ فرحان، وهذا الذي اعطى اكثر فرحا منه. بعد يقول لك الذي يعطي هو اللي يفرح اكثر، متعه العطاء اكثر من متعه هو اللي يفرح اكثر فعلا، لان ذلك المسكين مكانك من ان تؤدي الزكاه، تشكره نعم، مكانك. لولا وجود لولا وجود هذا المسكين وهذا المعسر وهذا اليتيم وهذا الذي ضاقت به السبل وهذا الذي طالب العلم الذي لم يجد مالا، لما كان هذا العطاء، لما وفق المؤمن، لما كان المؤمن قادرا على تأدية هذه العبادة، وبالتالي نشكر هذا الإنسان وليس فقط نعطيه مالنا. فما أجمل أن يعطي الإنسان، وما أجمل أن يمسك المعطي، فالمعطي أفرح وأكثر سعادة من الذي أمسك، لأن الذي أمسك مالا ماديا صرفه وانتهى، ولكن الذي أعطى ترك رصيدا عند الله عز وجل من حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء، لا واحدة بعشرة والعشرة بسبعمائة، فحسابات خيالية خيالية. كريم سبحانه، كريم أعطانا، ومن بعد نزيدو نمدو، ومن بعد يجازينا على مالو الله، ثم يعطينا ويرزقنا ويتفضل. انا قلت قبيله في المكلف يعطيه عينان ورجلان وعقل ويد، يكسب هذا المال، ومن بعد يشح به ويبخل به على بيته واسرته. تاتي الزكاه لتربي وتهذب هذا الانسان، تقول له هذاك المال اللي تعبت عليه بفضل الله عز وجل وليس بفضلنا، فتعطيه لهذا الفقير الذي ابتلاه الله.
الذي ابتلاه الله عز وجل بأن يشح رزقه، والله هو الرزاق وسيفتح الله عليه وعلى المؤمنين. نعم. الوقت يمر بسرعة أيضا جداً. بقي معنا وقت قليل فقط والأسئلة ما زالت موجودة. سؤال من الأخت سعاد تقول: لدي أخت في أمس الحاجة إلى المال لقضاء حاجة ضرورية، وتقول لدي مال أدخره بلغ النصاب دون أن يدرك الحول. هنا توفر الشرط والشرط الثاني لم يتوفر. تسأل: هل إذا أخرجته قبل الوقت تعتبر زكاة؟ في الحقيقة من شروط الأخت نصيرة من شروط إخراج زكاة بلوغ النصاب وحولان الحول. لابد من حولان الحول. قبل أن يحول الحول فالمال لا تجب فيه الزكاة، ربما صدقة. أي نعم تخرجه من باب الصدقة، باب الصدقة التكرم. يعني لا يمكن أن يكون ضمن مسألة التعجيل بالزكاة. التعجيل بالزكاة قال الفقهاء في حالات خاصة وحالات دقيقة، فصلوا فيها في حالات دقيقة وخاصة. لكن هي تقول اختها محتاجة وما لها مازال ما بلغش النصاب، قالت حاجة ضرورية. ما دام ضرورية يبدو أنها يعني مستعجلة، ولكن يبقى في باب الصدقة وليس من الزكاة. نعم، حتى فيما يخص الظروف الصعبة، مثلا ما مررت به الجزائر في الصيف الماضي وتأثيرات الحرائق والعوائل المتضررة جراءها، هل كان من الممكن أن يحدث تعجيل في مسألة الزكاة في مثل هذه الظروف؟ تفضلي. بارك الله فيك ملكة وشكرا نصيرة. فعلا احنا عندنا مسألة الآن، هنا الحاكم اللي يحدد، الحاكم عندنا لما الحاكم يحدد الفتوى هذه، لأنه النصاب لم يكن، ولكن اجتمع أهل الفتوى وأصدر يعني أمر الرسمي، تولي فتوى رسمية مصدرة للناس، والحاجة ملحة، الحاجة ملحة، والأمر كان جلل، والحاجة الناس في ذلك اليوم مستعجلة جدا، فأفتوا بتقديم الزكوات لتسد حاجات الناس من الحرائق والكوفيد. يعني لأن المسألة كانت تتعلق بإحياء أنفس، بالحفاظ على النفس، بالحفاظ على الحياة، حياة الناس فعلا، سواء المرضى سواء الذي حصلت لهم حرائق في بيوتهم، وبالتالي رضع، أطفال، شيوخ، نساء، دواء، فعجل يعجلوا بتقديم الزكاة. بالنسبة للأخت الكريمة نقول لها: يا أختي الكريمة، كما قالت مالكة، خرجي زكاة باش ندير أجر أكثر، لأنك إذا كان عندك حالة ضرورية أنقذي هذا الإنسان من حر مالك، لما يصل وقت النصاب الزكاة خرجي زكاة، إذا ما لحقتش الزكاة ربي راح يأجر أكثر من الزكاة فعلا. لأنه سيأجرك الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة لإحياء ربما نفس لضرورة قصوى كما راهي تقول هي، ربما مرض، طبعا زكاة صدقة في أصلها صدقة، مادام اختها مسحقها صدقة تعطيها الصدقة. صحيح. في وقتها صحيح. نعملها الأجر إن شاء الله. شوفي أخت نصيرة، تفضلي، ما حبثتش هذا السؤال من واحد الجانب. تفضلي. ما نعطيش لأختي صدقة، اختي نعطيها مالي كله. نعطيها مالي كله، اختي نعطيها مالي، لانه اختي راهي في حاجه، الموقف يقتضي انه ما نسناش الصدقه، لست بحاجه الى ان انتظر الحول، ما ننتظرش حتى، واختي في حاجه المساء، خاصه اذا كان الامر متعلق بحياتها، بحياتها، هكذا نقول انه المعروف الصدقه تكون في الاقربين، في الاقربين. نسارع نسارع بالانقاذ، نسارع بالعطاء، سنؤجر ربما اكثر من الفريضه في هذا الامور الحساسه جدا. ثم اذا سيرزقك الله، اذا وصل نصاب الزكاه وجاء الحول بلغت الزكاه اللهم بارك، ما بلغتش راكي ان فعلت شيئا كبيرا في حياتك. حفظك الله بروفيسور عقيله. اختنا منيره تقول: كلفني زوجي باخراج زكاته، فهل يجوز ان اعطي المبلغ لوالدي لوالدي؟ تقول: للعلم هما بحاجة إلى هذه المال، يبدو أنهما لا عمل لهما، وهي من تعينهما على نوائب الظهر خاصة في هذه السن المتقدمة. تقول: هل يجوز أن أعطي من زكاة زوجي لوالدي؟ وهو لماذا كلفها؟ سؤال، هذا سؤال يطرح، على أي أساس كلفها؟ ربما هو لا يعرف أناس، في بعض الأحيان قد لا يعرف أناس، في بعض الأحيان مشغول. أنا مثلا تحدث معي في بعض الأحيان يعطيني هكذا زوجي مبلغا من المال، أنت تعرفين مثلا من يحتاج هذه الزكاة،
فأنا أتكفل بالأمر. جيد جيد. في الحقيقة الوكالة في الزكاة الآن تصرف. هل يقع حسب مقصودها أم مقصود الزوج؟ تقول إحنا نتحراو. أنا نقول سيدتي الكريمة، لأنه في بعض الأحيان معذرة قد لا يكون الزوج راضيا على إعطاء الزكاة لوالدها إلى شخص معين، إلى شخص برك أنا لحقت لها إلى أشخاص معينين. الآن مليح يرضى لو كانت تمدوا لوالدها، وش عليه يرضى؟ لأنه هذا بر وعائلة من عائلتها. ولكن إذا هي دايرة في بالها بأنه لما زوجها وكلها مباشرة المبلغ من المال يروح لوالدها، إحنا نناقشوا، احنا نقول ربما والديه كذلك محتاجين، والدي زوجها محتاجين. فاحنا نقول هذه المساله في الوكاله مسؤوليه كبيره. سيدتي تناقشي انت وزوجك، قال انا في بالي ناس معينين نحب نمد لهم هذا وهذا وهذا، انت شكون في بالك ناس معينين؟ يجب ان يعلم الزوج. أفضل نفضل 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 لأنه زكاة تقع برضا برضا نعم. برضا بتراضي، وتعطاك وكالة، هذه الوكالة تصرفي فيها وفق رضا الفقير ووفق اتفاقه وحاجة وحنا في الفقير والمسكين والمحتاج. يقت والدية، يقت أنه وكلني أعطالي وكالة وحمدها هذه زكاة نعطي منها أو مبلغ منها الوالدية. إحنا نفضلوا أنه يكون كل شيء على وضوح، لأنه قد يترتب عليها خصومة. من الأحسن، ولا نريد أن تكون هناك العبادة تتحول إلى شجار أو مشكل بين، بالعكس هي تعاون ومودة ورحمة. مودة ورحمة وليست العكس. بالفعل. بارك الله فيك. الأخت خيرة تقول أنا أرملة وتسأل عن حكم إعطاء الزكاة لبناتها غير المتزوجات. تقريبا نفس السؤال الذي كنا أجبنا عليه. موجود. وتضيف أنا من يتكفل ما دامت يتكفل بهن. أعانها الله. أعانها الله. الأخت وحيدة تقول لدي مبلغ مالي بلغ الحول وتسأل هل أزكيه على أجزاء أم على يعني على أشخاص، على عدد من الأشخاص أم على شخص آخر واحد؟ جيد، أحسن سؤال. سؤال وباختصار لأن الوقت يمر وما زالت بعض الأسئلة معنا. حقيقة غنوهم هو يفضل عن السؤال. حتى العلماء في خاصة الفتاوى المعاصرة في النوازل المعاصرة، مثلا شاب مقبل على الحياة عنده مشروع يفضل أن يعطى له مبلغ كاملا حتى يقوم كما قلت 20 مليون حصة الفاتت. هذا 20 مليون دير لها مشروع صغير، مشروع خيري، في عفوا مشروع شغل في بيتها، تشري ماكينة ولا. نفس الشيء بالنسبة للشاب، نفضل أننا نعطيه المبلغ كاملا حتى ربما يتحول إلى رأس مال بالنسبة له، ينطلق منه لتجارة، لمشروع بسيط، عمل بسيط. لكن تجزئه إذا كان ما وجدتش هذا النوع من المشاريع عند الشباب، تجزئه، ولكن يفضل أن يقدم مجموعة أغنوهم. يعني هذا هو المقصد. من الأحسن أن يتجسد مشروع بدل أن يتأخر مشاريع عديدة. بالفعل بالفعل. ربما نشوفوا فتاة حتى تتزوج تحتاج مبلغ مالي كبير. شاب حبي يتزوج، حبي يشري سيارة، حبي يبني يساعده في بناء بيت إلى آخره. المهم يكون المبلغ الكبير لشخص واحد. والآن فعلا أختنا سارة لما يعطى المبلغ لشخص واحد يعمل به شيء، يقوم يعني ينفعه. إذا كان فعلا بحاجة عليه أن يقوم به، أن يقوم بالمشروع ويجسده. عطفا على ما قلت لي، هو فعلا يزيد فضلك لو كنت تكون متأكدة ومتيقنة بلي هذا الشاب راح يعمل مشروع. صحيح، لأنه أستاذة أيضا فيه ناس ربما مبلغ صغير تنقضيه. فعلا ربما كاين ناس مبلغ صغير من بدل اني نعطي المبلغ كاملا لشخص واحد، صح، ربما ننقد به ثلاثه اربع اشخاص، لانه اختنا سيره مصائب في المجتمع حسب المعرفه. لكن من الصعب ايضا ان نتاكد من هذه الامور الا اذا كان قريب، تعرف اخلاقه وتعرف طموحه وتعرف مستقبله. طبعا بعد تحري. نعم، تحري وتتبين في ايقاع الزكاة. ربما واحد عنده دين ومتحرج، فعلا ربما واحد عنده ما قدرش يخلص فاتوره تاع الماء ولا تاع الكهرباء، ربما تنقضي اربع خمس اشخاص من مذكورين في الاصناف. مرض مرض بارك الله فيك، فقير ومريض، يدير اشعه تعجله بالدواء. وبالتالي تلقاي باللي لما تحطي هذيك المبلغ الكامل عند شخص يعملوا مشروع، ربما تكوني تنقضي به اشخاص اخر وقد يضيع. يعني وقد بارك الله فيك، وهذه تبقى دائما من التحري والتبيان والدراسه. شكرا لكما. حليمة أرملة تقول ورثت عن زوجي بيتا وقمت ببيعه لإعالة أبنائي، هل علي زكاة؟ سؤال مهم أيضا. يعني ورثت بيت عن زوجها المتوفي، باعته لإعالة أبنائها، يبدو أنها يعني غير عاملة. نعم،
خلاص يقول هل علي زكاة؟ لو كان البيت بيت قائم بذاته ما تزكيش على البيت العقار ما تزكوش عليه، ولكن إذا كان ليس فيه استثمار وغيره، ولكن هذه مدام أصبح هذا المال مالا إذا حال عليه الحول زكاة. إذا استوفى الشروط دار عليه الحول زكاة. مريم تمتلك بيتا وتنوي بيعه وهناك من يرغب في شرائه، تقول هل أخرج زكاته؟ نفس نية البيع لهذه باعته هنا التنوي البيع لم تبيعه بيت، وهناك من يريد الشراء في شرائه. هي ما عندهاش مال أخت نصيرة، في ذمتها ما عندها بيت مال. تقبط الملك بعد أن تمتلك المال يدخل وتلقاه بلي بالغ النصاب يحول عليه الحول تخرج الزكاة. سؤال مرتبط أيضا بسؤال فتحية، تقول أمتلك مبلغا ماليا لدفع تكاليف شقة ضمن برنامج العدل، والعديد من زملائنا ومعارفنا يقوموا بالأمر نفسه، تقول وقد بلغ النصاب ودار عليه الحول، هل علي زكاة؟ يعني حتى وإن كانت تدخره من أجل شراء بيت. هي في الحقيقة إذا كان هذا المال، لأنه كاين فتوى إذا هذا المال خصيصا سيخرج للبيت لا تزكي عليه، خاصة إذا كان تاريخ مستعجل، قال في التاريخ الفلاني تسدد هذه الأقساط. إذا كان تاريخ بعيد وربما هذه الزكاة قليلة، ربما زكاة قليلة وبالتالي ممكن تعوضها بالشهر القادم أو الشهر اللي بعده، احنا نفضل أن تخرج الزكاة، حق الله أولى، وبالتالي نسارع إلى طاعة الله ويزرع فيها بالبركة. هذا هو الأصل، احنا نحبين نوصلوا إلى مرحلة أننا نسارع للبركة مهما كانت مشاغلنا في الحياة. بارك الله فيك بروفيسور عقيلة، دقيقة ونصف في حوزتك الدكتورة مليكة للإجابة على سؤال سامية، تقول أختي فقدت زوجها وكان عليه ديون ولم يترك مالا لتسديدها، هل أنتظر حتى ما أتمكن من تحصيل معاشه ومنحة يعني حقوق المتوفي فأخاف أن يعذب في قبره؟ يعني هي مسألة التأجيل بسداد دين الميت. بارك الله في الحقيقة إشارة فقط الأخت نصيرة، لاحظنا أن الأسئلة تصل دائما من الأرامل من الضعفاء، يعني فعلا شيء يعني والله شيء رائع، يعني ناس ضعفاء في المجتمع يسألوا كيفاش يخرجوا زكاة، كيفاش يسدوا الدين. طبعا إذا كانت تمتلك مالا نقول لها عجلي في تسديد الدين، يعني ولها الأجر العظيم، وهذه هي فئة الغارمين في القرآن الكريم، إذا سدت عليه الدين وهو في قبره ستصل إن شاء الله يصل الأجر ويتفرج عليه، لأن الدين يبقى في الذمة، يعني الدين شيء خطير. نقول لها إن شاء الله ربي يعاونها ويقدرها وتعجل. نعم إذا كانت صاحبة مال فلتعجل، يعني هذا هو بابه الأول، تفتح الباب وتسد الدين بإذن الله ولها الأجر. تنقذ زوجها، زوج أختها تقول. نعم هو من تعتبر من الأقارب، يعني زوج الأخ هو زوج الأخت هو أخ. مبادرة طيبة، مبادرة جدا خيرة وطيبة، ربي يجزيها بالخير. وربما شافت أختها تلك مقلقة لأنه الزوجة تقلق على زوجها في قبره ولقاتها عاجزة، وبالتالي نقول لها سارعي إلى فعل الخير. والأخت أكيد هي من تحس بالأخت أكثر من بارك الله فيك. بارك الله فيكم، الحمد لله الذي وفقنا إلى الإجابة على كل الأسئلة التي وصلتنا ولم نترك سؤالا لم نجب عليه. طبعا نلقاكم بإذن الله تعالى في عدد آخر من أعداد برنامجنا الأسبوعي أن يتفقهن على قناة القرآن الكريم. شكر موصول لكل من تابع حلقة اليوم والتي خصصناها لفقه النساء في الزكاة في عدده الثاني، لأنه هذا الموضوع تطلب منا عددين حتى نجيب على كل الأسئلة التي وصلت البرنامج. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لجلستي البرنامج على كل ما قدماه لخدمة المشاهدين الكرام، شكرا للفريق العامل معي والذي دائما يجتهد في إنجاح برامج قناة القرآن الكريم، وشكرا للمخرجة نادية شراير. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم. أن يتفقهن